أحد أشهر وأهم الأدوية في العالم الأسبرين. هذا الدواء الرهيب الذي عرف منذ مئات السنين لم يستعمل كدواء إلا سنة 1899. لهذا في حلقتنا اليوم راح نعرض فيها مميزات هذا الدواء، الغرض منه، فوائد نتاعه، متى يستعمل ومتى يمنع. كل هذا راح نعرفه في هذه الحلقة. يلا نبدأ. السلام عليكم، معكم رباج زكريا، مرحبا بكم في فيديو جديد. الأسبرين هو دواء استخدمته العديد من الشعوب القديمة وتم استخلاصه من لحار شجرة الصفصاف بكري ولا قديما كالهنود الحمر والإغريق وقدماء المصريين. يستخدموا لحاء شجرة الصفصاف لعلاج حرارة الجسم في ذاك الوقت، ما على بالهمش باللي كان مادة اسمها الأسبرين، لكن عرفوها بالأثر تاعها الفعال والإيجابي، أيضا قوة استجابة المرضى لهذا الدواء. لكن الآن مع تطور الطب والعلوم نعرف المادة المسؤولة على ذلك اللي هي الساليسيلين، واللي ترجم الحرفية نتاعها باللغة العربية مادة الصفصافين. هذا الدواء حقق نجاح كبير في المجتمع العربي، وسعوا الأطباء به يكتشفوا الآثار والفوائد نتاعه. لذلك راح نذكركم الفوائد الجبارة لدواء الأسبرين. يتميز الأسبرين بكونه مضاد للصداع وللناس اللي عندها آلام في الرأس، كذلك يستخدم كمضاد للالتهابات. وذكرنا سابقا أن الالتهابات في جسم الإنسان عبارة عن أربع عناصر: ألم، انتفاخ، حرارة واحمرار. إذا الأسبرين مضاد لكل هذه الأعراض. أيضا يستخدم الأسبرين كمضاد لتجلطات الدم، هذا الشيء يساعد المرضى اللي عندهم ذبحة صدرية واللي عندهم انسداد في الشرايين. لكن كل هذه الآثار والفوائد مقيدة بجرعات الأسبرين، يعني الطبيب المسؤول عليك هو اللي يحدد لك الجرعة المناسبة حسب الحالة نتاعك. أيضا كاين بعض النصائح اللي لازم تعرفها قبل ما تأخذ هذا الدواء. مثلا بالنسبة للمرأة الحامل لا ينصح بتناوله في الأشهر الأخيرة من الحمل. أيضا المرضع لازم تستشير الطبيب قبل ما تأخذ الأسبرين، قادر يكون عنده آثار جانبية تأثر عليها وعلى الجنين تاعها. واللي عنده اضطراب في الجهاز الهضمي وتقرحات المعدة لا ينصح به. أيضا ألا تزيد الجرعة عن 4 غرامات يوميا. كل هذه الحوايج لازم ننتبه لهم، ولازم تعرفوا باللي أي دواء عنده تأثيرات جانبية. فمثلا قد يسبب الأسبرين صعوبة في التنفس، تورم شفتين، طنين في الأذن، الصداع، تشنجات وغيرها من الآثار الجانبية. هذا كان ملخص خفيف حول الأسبرين والآثار تاعه. في نهاية هذا الفيديو نحاول نبهكم باللي أي دواء لازم الطبيب تاعك هو اللي يحدد لك الجرعة تاعه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهذه المعلومات. شاركوا الفيديو في كل مكان، شاركوا مع أصحابكم، مع أحبابكم، اطرحوا لنا أسئلة في التعليقات. إلى مواضيع جاية إن شاء الله. ربي يشافي مرضانا ومرضاكم. دمتم في أمان الله. السلام عليكم.